اول شيء اللي نحث عليه هو سلامه وصحه المواطن ولهذا نقول التلقيح هو السبيل الوحيد السبيل الوحيد للهروب والنجاه من هذا من هذه الجائحه لان كما راكم تعرفوا اوميكرون آه هذا الاخير ما يمسش غير الكبار يمس حتى الصغار اذا انا نقول للمواطن اذا ما خفت على نفسك خاف على اولادك خاف على جيرانك خاف على عائلتك لان التلقيح حنا كاين آه كاين دي شيفر مضمونه تقول لك الناس اللي توفوا في الجائحة هذه في الأسابيع القديمة وهذا أكيد أكيد وموثق والناس اللي لحقوا الإنعاش هما في الإحصائيات بين 94 و 96 في المية من الناس اللي ما داروش اللي ما تلقحوش اللي ما داروش تلقيح إنما الناس اللي لقحوا داروا الفاكسان جاز عليهم المرض هذا ولكن بطريقه خفيفه جدا ونجاو الحمد لله لهذا اؤكد وانادي ونقول الشعب تاعنا اهم شيء هو الثقه الثقه والثقه لان عكس بدايه الجائحه ونذكركم كان بعض وسائل الاعلام كانوا ينتقدوا في الجزائر يقول لك ما عندناش لقاح بعض الدول جابوا احنا ما جبناش اليوم كل الجزائر عندها فائض من اللقاح وكما راكم تشوفوا رانا رانا نمدوا اللقاح تاعنا حتى لبعض الدول الشقيقه والصديقه اليوم الجزائر تنتج اللقاح ايضا ميدياتيزاسيون تنتج وتنتج اللقاح كما قلت تنتج اللقاح اليوم لازم لازم حنا ناكدوا على هذا الشيء بان الجزائر كانت من السباقين من السباقين لانها عملت على صحه وسلامه مواطن تاعها جابت اللقاح ولا تنتج اللقاح احنا الوحيدين هنا في المنطقه اللي ننتجوا اللقاح لهذا المواطن لازم يدير ثقه في الدوله لان الدوله تاعو تعمل وتجتهد على سلامته وصحته